ولئن كان هذا الموضوع الذي نتحدث فيه عن علماء الحديث، فليس علماء الحديث أبناء اليوم فحسب، بل هم منذ عهد النبوة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم زكاهم، بل سماهم خلفاء حين قال: اللهم ارحم خلفائي. قيل: ومن خلفاؤك يا رسول الله؟ قال: من يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس. ودعا لهم بالنضارة والنور ونضارة الوجه، فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. يقول سيدنا سفيان تعليقا على هذا الحديث، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بنضارة الوجه لمن يبلغ عنه، قال: ما من أهل الحديث أحد إلا وفي وجهه هذه النضارة بفضل دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. مما يجعلنا جميعا نشارك أهل الحديث في نشر هذا العلم الذي هو أشرف العلوم، حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله قال: إذا رأيت واحدا من أهل الحديث فكأني رأيت واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه ذلك بقوله: أهل الحديث في كل زمان كالصحابة في زمانهم. وأنشد القائل قوله: أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحب. يعني هم أهل النبي وإن لم يعاشروه ويعاصروه ويصحبوه فقد صحبوا أنفاسه وكلماته. أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحب.